الآن. تحية مجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات، 11 صباحا و22 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا شنو يحكي وتوانسة في حديث الساعة مع نعيمة. صباح النور نعيمة. أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم. أتمنيت ترى المستمعين كانوا معنا هوني في استوديو شافوا الاستمتاع والتفاعل متاع شهاب مع الأغنية ذكرى الله يرحمها. اليوم باش نحكيوا على رئيس الجمهورية، كان البارح استقبل وزير شؤون الاجتماعية مالك الزهي، هو الموضوع اللي تطرق له يهم برشا التوانسة وخاصة أصحاب الوضعية هذه. نحكيه على عمال الحظائر المتعاقدين والمتقاعدين. رئيس الدولة كان دعا لوضع تصور جديد زاد لدعم الصناديق الاجتماعية والإسراع بوضع تشريعات جديدة اللي كان أعطى الإذن بمراجعتها. نتحدث على المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن اللي يعتبرها ما تحققش الاستقرار الاجتماعي للعباد هذوما المعنيين بالمشكلة هذه. اليوم خبر آخر يجينا من هو مش من فلسطين أما يخص فلسطين، هو خبر مفرح حقيقة. كل نهار يتعدى وكل دولة تزيد تعترف بالدولة الفلسطينية، نعتبروها نحن حاجة كبيرة برشا. اليوم النرويج وإيرلندا وإسبانيا اعترفوا رسميا بالدولة الفلسطينية. الاعتراف هذايا باش يدخل حيز التنفيذ نهار 28 في الشهر هذايا. باش نحكيوا على الاعتراف هذايا الابعاد نتاعو ودلالاته، باش يكون معنا عبر الهاتف سي عبد المجيد العبدلي الاستاذ متميز في القانون الدولي بالجامعة التونسية. باش نتحدث زادة على الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كانت أطلقت منصة رقمية للتسويق باش تمكن المستثمرين التونسيين وأصحاب المؤسسات من التعريف بمنتوجاتهم وكذلك تفتح لهم السبل إنهم يبحثوا على شراكات تجارية في السوق الليبية. البارح حكينا على معبر راس جدير وإمكان وقرب الفتح متاعه، وهذا باش يساهم أكثر معناها في الشراكات بين السوق التونسية والسوق الليبية. وباش كيف كيف باش نحكيوا على حاجة، العيد الأضحى قرب، مازالوا أقل من شهر وبرشا عباد مازالت ما اقتنتش الأضاحي متاحة وبرشا عباد مشات شافت وشافت الأسوام متاحة. باش نحكيوا على الموضوع هذا، خاصة عنا تصريح تبع لوزارة الفلاحة والموارد المائية قالت فيه أنه الوزارة تعمل من أجل الضغط على أسعار أضاحي العيد. هذا هو مواضيعنا لليوم اللي باش نتابعوهم بطبيعة الحال في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. بداية تحديث الساعة لليوم باش يكون مع اللقاء اللي جمع البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزهي، واللي كان أكد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة وضع تصور جديد لدعم الصناديق الاجتماعية بطرق مختلفة لا تمكنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تحقيق الأهداف المشروعة التي أنشئت من أجلها. رئيس الدولة كان تطرق زادة إلى ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن. كذلك طالب بالإسراع بتسوية وضعية عمال الحظائر وأوضاع المتقاعدين الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم حسب تعبير رئيس الجمهورية، وشدد في هذا السياق على أن من أحيل على شرف المهنة يجب أن يعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته. وأكد كذلك على أنه كل ترفيع في الأجور، كل زيادة في الأجور يلزمها تشمل المتقاعدين ويلزمها تكون عملية آلية بمعنيها بما يضمن لهم جراية عادلة مع الأجراء الأخرين. هو في الحقيقة في الفترة الأخرانية عام ولا عامين ثم حرص كبير برشا من رئيس الجمهورية من وزير شؤون الاجتماعية الحالي على الملف الاجتماعي وتطوير الأمان الاجتماعي وتحقيق عديد الفوائد للعمال، وسواء من التغطية الاجتماعية نذكر بكنا معناها الزيادة في حجم القروض الأسقف القروض والزيادة في أسقف العلاج والتداوي النظارة
العقارات وغيرها في الفترة الأخرانية. القروض بدأت تتصب للناس في القطاعين العام والخاص. أيضا حديث رئيس الجمهورية على تسوية ومنع المناولة إلا للعقود ما زالت متواصلة. وهذا المرة اللي فاتت كي جينا أجلس ضيفنا مدير عام الضمان الاجتماعي أحكينا كيفاش الأمور قاعدة تتطور، وهو ثم ورشة كبيرة متاع التشريعات وتطوير القوانين المنظمة. أيضا بالنسبة للأعوان الحظائر زادت شملتهم عديد للتسوية في السنوات الأخرانية، ما زالت موضوع متاع اللي قربوا للتقاعد 45 سنة 55 سنة، ورئيس الجمهورية دخل وحب يحكي لهم. أيضا موضوع المتقاعدين في القطاع الخاص والزيادات في أجورهم المرتبطة خاصة بالزيادة في الأجر الأدنى السميك، اللي هي ما زالت طوال سنوات عند عامين ولا ثلاثة ما زالت ما تصبتش. زاد في وزارة الشؤون الاجتماعية يقولوا منكبين على هذا الملف وقريب معناها باش يلقى حل. معناها في كل الأحوال ثم اليوم تطور في النهوض الاجتماعي وفي العناية بكل العمال وكل المواطنين التونسيين. شفنا زاد في شهر رمضان وفي العيد وغيرهم التحويلات الاجتماعية كيفاش زاد ثم مساعدات للأطفال للعائلات المعزة وعديد البرامج الحمائية تمتعوا بها التونسيين. صحيح احنا قاعدين نطالبوا بالمزيد في الشأن هذايا بتطوير العائدات والمداخيل الاجتماعية متاع التونسي، ولكن الدولة ما هيش مقصرة في المجال هذايا وقاعدة تستجيب بقدر الإمكانيات. ورغم الصعوبات الاقتصادية والصعوبات في المالية العمومية اللي نعرفوها الكل، لكن اليوم هذه كلها تحقت في ظرفية خاصة، وهذا تشكر عليه الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية بصفة خاصة. هو أنا يمكن مش خالفك شوية الرأي نجم الدين، أنا رأى أنه فيه نوعا ما من تفاوت في السرعات، تفاوت في السرعات على مستوى التنفيذ. لأنه مثلا نحكيه على القطع مع كل أشكال التشغيل الهش، الأمر هذا اللي نادى به رئيس الجمهورية. اليوم الهياكل المعنية بتنفيذ هذه الرؤية من المفروض وأنه تعمل استراتيجية واضحة المعالم، لأنه ما فماش رؤية واضحة فيما يتعلق باللي يشتغلوا في المناولة وفي ما يتعلق بالنواب اللي مازال ما تحلش. فالمهم جدا أنه لما تتخذ القرار القرارات من رئيس الجمهورية، المعنيين بتنفيذ هذه القرارات يشوفوا الاستراتيجيات ويقدموها للناس اتصاليا. يمكن يكون فشل اتصالي، يمكن المعلومة ما توصلش. تذكر لما اطرحنا موضوع المتقاعدين قبل ما نحكيه اليوم على أنه رئيس الجمهورية عاود حكاه في الموضوع مرة أخرى، الناس كل تتسائل على الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية شنو صار في المتقاعدين، شنية وضعيتنا. فما نوعا ما من الغموض، مع أنه يشوفوا أنه في كل إطلالات رئيس الجمهورية أكدوا أنه المواضيع هذه ضروري تتحل. فما نخليوهاش كلام فقط، وإنما ضروري أن تتنفذ. شكون ينفذ؟ هنا التفاوت في السرعات وين يصير. هو شهاب بالنسبة للموضوع هذي، خاطر صارت اجتماعات في رئاسة الحكومة وحتى في وزارة الشؤون الاجتماعية وعندها تعديلات لمجلة الشغل فيما يخص المناولة. أعطيتك مثال راوي. لا أنا مش نحكي لك على هذا مثلا، لكن هذا موجود وقاعد يتم. لكن بالنسبة في ملفات أخرى ثم نوع من البطء. أما بالنسبة للمناولة مباشرة من اللي أعنى عليها رئيس الجمهورية، صارت لجنة في الوزارة الأولى في رئاسة الحكومة وأيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية لتعديل، خذ باعتبار أنه تعديل قانون ومجلة الشغل فيه أبواب باش تصير، وأكيد باش يتعدى المجلس الوزراء وبعده للبرلمان للمصادقة عليه، وقتها تتسوى بسرعة. لكن الناس اللي قاعدين يخدموا طوى في شركات متاع المناولة الكل جدوا عقود. فما شكون جاتنا تفاعلات يقول لك لقد أحلنا على البطالة. تعرف شو معناه أحلنا على البطالة؟ أنه إنسان كان عنده مورد رزق وأصبح بطال. يعني هنا ضروري أنه نمر إلى السرعة القصوى. خشية أنه حال على البطالة. وصلتنا تفاعلات هكا حرفيا، لقد أحلنا على البطالة. يمكن شهيب يقصد أنه الجراية اللي يتقاضاها بعد التقاعد ضعيفة جدا، تلقى له حل. هذا أكيد يلقى له حل. هذا الناس اللي ما عندوش خبز وما عندوش ما ينجمش يعيش في تونس. شوف يعني شوف يعني المناسبة عليه شنو يعمل الإنسان اللي كان يخدم ويصبح بطال وجاي عيد كبير على الأبواب وعنده صغيرات ويعلم بكره. فهنا المسألة تتعلق بمعيش المواطن اليومي، اللي من المفترض وأنه الهياكل اللي تسهر على التنفيذ أن تلقى الحل تفاعلا مع
قرارات رئيس الجمهورية. هو بين قوسين حتى الناس اللي يحيلوا فعلا على البطالة صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص يتولاهم ويعطيهم يظل إرادتي بين الثلاثة رواتب في انتظار إعادة إدماجهم في سوق الشغل، وخاصة بالنسبة للمناولة نتصور اللي هي ملف خاص وتحت رعاية رئيس الجمهورية ما يذيعوش نتصور لحد الآن. هذاك علاش في المناولة 70,000 شكل هي 70,000 شكل خي ما تذكرش نجم الدين لما حكينا على جماعة الأجر الأدنى اللي في وزارة الشباب والرياضة اللي عددهم معلوم وصغير وما زالوا يعانيوا بنفس الشهري 460 سميجاري يتسمم سميجاري 460 على ما أعتقد كان ما خانتني الشهادات 469 يعني اللي فوق هما 117 وفوق العشر سنين يخلصوا في نفس الأجر. معقول وراء شهيب أنا وجدت نفسي صدفة في مجموعة خاصة بموظفي الدولة على شبكة التواصل الاجتماعي، يعني هو صفحة جروب مغلق معناه يسألوا فيه موظفي الدولة على أكثر الأسئلة اللي تجي قداش يلزمني نخدم في الوظيفة العمومية باش نتحصل على تقاعد محترم. معني اغلب الاسئله راهو شهاب اللي يقول لك 35 سنه انا نخلص كذا قداش وخادم مثلا 20 سنه قداش باش توصلني معناها التقاعد، يعني متخوف الصندوق موجود التفاصيل هذه لكن مش الناس الكل مش الناس الكل تنجم تحسب مش الناس الكل دونك هو يدخل للمجموعه هذه باش يستفسر خاصه من العباد اللي سبقته في التجربه. انا بدي معناها صدقا اكتشفت معناها انه الفرق بين الشهري وانت تخدم وبين التقاعد خاصة انك تبدأ ماكش عامل سنوات كبيرة، معنى اكتشفت انه يلزم تعمل 35 سنة باش تتحصل على تقاعد. هو الاكثر في القطاع الخاص اللي هو اخطر شوية القطاع الخاص اخطر والحساب هو اللي يقل برشا. نمشيو للباقي المواضيع. الثاني في حديث الساعة لليوم هو اعتراف ايرلندا واسبانيا والنرويج اليوم بدولة فلسطينية مستقلة، خطوة باهية برشا وإن شاء الله تنسج على مثالها عدة دول أوروبية أخرى رغم التحذيرات الإسرائيلية. شهاب ونجم وزير الخارجية النرويجي قال الاعتراف بالدولة الفلسطينية باش يكون عامل مساعد في إحلال السلام بالمنطقة وإنه قرار دولة النرويج الاعتراف بفلسطين لنتقدم على مسار أقل عنفا يؤدي لتسوية وإرساء السلام. رئيس الوزراء الإيرلندي قال إيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ويأكد على ثقتهم بأنه مزيد من الدول باش تنضم لهم في الأسابيع المقبلة، وقال أنه الاعتراف هو رسالة للشعب الفلسطيني بأننا نحترم تطلعاتكم للعيش بحرية والتحكم في شؤونكم. حماس بدورها رحبت بإعلان ثلاث دول هذية بالاعتراف بدولة فلسطين واعتبرته خطوة مهمة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في الأرض امتاعه ودعا ومزيد من الدول الاعتراف بحقوق فلسطين. في المقابل إسرائيل دعات سفراءها في ثلاثة دول هذوما باش يرجعوا باش يتشاوروا في الإعلان معناها الدول هذه الاعتراف بدولة فلسطين اللي كما قلنا باش يدخل حيز التنفيذ نهار 28 ماي. احنا باش نحكيوا على أهمية الاعتراف هذية بدولة فلسطين. معانا عبر الهاتف سي عبد المجيد العبدلي أستاذ متميز في القانون الدولي بالجامعة التونسية. صباح النور سي عبد المجيد. أهلا بك سي. مرحبا بك. الله يخليك. ماذا شنو اللي نجم يغير الاعتراف الدول هذية بدولة فلسطينية مستقلة؟ هو قبل كل شيء الاعتراف ليس عنصر مكون للدولة المستقلة. لما ياسر عرفات أعلن تكوين دولة فلسطين في الجزائر عام 1988 تم الاعتراف بها أكثر من 100 دولة. في الجمعية العامة اعترفت بها 143 دولة. ولهذا من الناحية القانونية الاعتراف لا يكون الدولة، لأنه لما نجعل الاعتراف عنصر مكون للدولة فإن عديد الدول ومن بينها تونس لم تكون قد نالت استقلالها. 1956 بروتوكول الاستقلال 20 مارس 1956 لو انتظرنا اعتراف الدول الأوروبية كل الدول ستساند فرنسا. البوصلة موجهة خطأ. الدولة الفلسطينية متوفرة العناصر إقليم شعب سلطة سياسية
ما ينقصها هو الاستقلال. هذه الدول التي كثر عددها 143 دولة تعترف باستقلال فلسطين وكذا، يجب أن توجه البوصلة إلى إسرائيل، إنهاء الاحتلال آليا يقود إلى تكوين الدولة الفلسطينية. أما لأنه هناك خبث، لأنه لما نقول أن الاعتراف يكون الدولة فهذا فيه خطر على الشعب الواقع تحت الاحتلال. اليوم إسرائيل تقف ضد استقلال الشعب الفلسطيني، هذه إيرلندا وهذه إسبانيا وهذه النرويج، وهذه الدول لا بد أن تضع أن إسرائيل مسؤولة عن عدم تكوين الدولة الفلسطينية، وتوجه الانتقادات والمسؤولية إلى إسرائيل بإناء الاحتلال. ولهذا أنا أقول لك، حتى لو تعترف اليوم 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة باستقلال فلسطين وتكوينها للدولة، فإذا لم ينتهي الاحتلال فإن الدولة لن تتكون. والاحتلال في قواعد القانون الدولي هو جريمة يعاقب عليها هذا القانون. إذا إسرائيل ترتكب جريمة مستمرة منذ 1947 وتفلت من العقاب. أنا بتصوري لا نفرح كثيرا ونقول أن هناك اعتراف من إيرلندا من النرويج إلى غير ذلك، لكن لابد أن يوجد فهم والبوصلة تجاه إسرائيل كدولة احتلال. إنهاء الاحتلال آليا يساوي استقلال فلسطين. هذا هو القانون الدولي. الاعتراف ليس عنصر من العناصر المكونة للدولة. واضح. ومن الخطر أن نجعل من الاعتراف عنصر مكون للدولة. واضح. سي عبد المجيد، أنا باش ننطلق من تصريح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اللي يقول نحن شعب مسالم، وهذا ما يظهره آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولة للخطر. ألا ترى وأن مثل هذه الاعترافات تعيد إلى الواجهة حل الدولتين؟ لأن عملية التدمير اللي يقوم بها هذا الكيان الغاصب في حق أبناء الشعب الفلسطيني، عملية التجويع، عملية الإبادة، ستطمس كل معالم لحل الدولتين. نحكي على مسار، فألا يستمد هذا الاعتراف، ونحكي اليوم على إسبانيا نورفيج وإيرلندا، أهميته من كونه يعيد إلى الواجهة إلى السطح ضرورة المضي قدما باتجاه حل الدولتين؟ لا، هو الوضع في الحجاج الوضع مختلف. نحن أمام احتلال استيطاني لا يعترف أنه يحتل فلسطين. فرنسا لما احتلت الجزائر ولما أرادت أن تخرج من الجزائر وتم إخراجها 1962 تعترف أنها تحتل شعبا وإقليما. نحن هنا الصورة معاكسة، ونرى أن أنت تعرف أن إسرائيل يوم 14 ماي تحتفل سنويا بالاستقلال، لأنه تم تكوين دولتها، تم الإعلان عن بن غوريون يوم 14 ماي 1948. ولهذا نحن في وضعية قانونية مقلوبة بخصوص قواعد القانون الدولي. هناك احتلال، الأمم المتحدة كافة أجهزتها تعترف أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. محكمة العدل الدولية في رأي شهير لها صادر منذ 2004 حول بناء الجدار العازل تقول أن الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال. المحكمة الجنائية الدولية الموجودة حاليا منذ 2021 تقول أن الغربية والقدس وقطاع غزة تحت الاحتلال، ويتخضع هذه الأقاليم لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. نحن أمام كيان يساعد من عديد الدول النافلة في المجتمع الدولي لا يعترف أنه شعبا. يجب أن توجه
باتجاه إسرائيل وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال. يعني أنا نفهم من كلامك سعد المجيد وأنه هذه الخطوة مهمة ولكنها غير كافية، لن تكون ولن تساعد في شيء. سيدي أنا أعطيك اليوم دول العالم كلها، أنا أعطيك تقريبا 200 دولة، هناك 7 دول خارج منظمة الأمم المتحدة، 200 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعترف باستقلال فلسطين ولا تخرج إسرائيل من فلسطين، فإن الدولة تتكون. إذن البوصلة موجهة نحو فلسطين وتترك العامل الأساسي الذي يقف حاجزا أمام الاستقلال هو إسرائيل. إسرائيل ترتكب جريمة هي جريمة احتلال شعب، وأيضا تثير مسؤوليتها الدولية. دكتور، لكن إسرائيل تفلت من العقاب. أنا أعطيك خير مثال. قبل بضعة أيام لما تم التصويت في الجمعية العامة 143 دولة تعترف بإسرائيل كدولة، بفلسطين عفوا كدولة. ممثل إسرائيل في منصة الجمعية العامة مزق ميثاق منظمة الأمم المتحدة أمام الملأ. إذن هناك دولة تفلت العقاب، دولة مارقة. إسرائيل هي عند سيدتاني تابويو، تابويو يطبق عليها الاسم. لماذا؟ لأنها تنتهك قواعد القانون الدولي ولا تحاسب عن ذلك. أنا أعطيك ألم تصدر محكمة العدل الدولية أمرا بنوردونوس في 20 جانفي من هذه السنة تلزم إسرائيل بالقيام بكذا وكذا وكذا في غزة؟ صحيح. هل فعلت إسرائيل ذلك؟ لا، لم تفعل، بل بالعكس تضحك إسرائيل. وحاليا المدعي العام لما طلب إصدار بطاقات قبض ضد نتنياهو وزير دفاعه، أصبحت إسرائيل تتحدث أن المحكمة الجنائية هي محكمة ضد الثانية وساندتها دول. نحن نتجه الوجهة الخطأ لما نقول أن الاعتراف سيكون فلسطين، لأنه لا بد من إنهاء الاحتلال حتى تتكون الدولة واضح. الفلسطينية. واضح. شكرا يا سيدي، شكرا شكرا على كل هذه الإيضاحات. شكرا في الحزام. كان معنا سي عبد المجيد العبدلي، أستاذ متميز في القانون الدولي بالجامعة التونسية. باش نمشي والموضوع آخر يهم الباعثين الشبان، وهو الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كانت أطلقت منصة رقمية للتسويق تمكن المستثمرين التونسيين وأصحاب المؤسسات من التعريف بمنتوجاتهم والبحث على شركات تجارية في الأسواق الليبية. المنصة هذه كانت بهدف ترويج المنتجات التونسية في الأسواق الليبية. باش نتعرفوا أكثر على المنصة الرقمية هذه باش يكون معنا بعد قليل عبر الهاتف الناطق الرسمي للجمعية سي عبد الرزاق حواس، باش نتعرفوا أكثر على المنصة هذه. الهدف أكيد عندها أهداف أخرى غير أنها باش تروج المنتوجات التونسية، وأكيد أنها باش تمثل فرصة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة باش يزيدوا يعرفوا بالمنتوجات متاعها. وأيضا سؤال المطروح، علاش فقط السوق الليبية؟ علاش ما نحكيوش على اكثر من سوق داخل الفضاء بطبيعة الحال؟ هو يظهر لي على خاطر المؤسسات الصغرى المتوسطة واللي تعاني من الضعف ومن عدم القدرة على المنافسة الكبيرة من الشركات الكبرى والعملاقة في تونس وفي خارجها، تخلي لها القرب الجغرافي لاقرب سوق هي السوق الليبية، واللي هي سوق تستوعب المنتوجات التونسية ومتعودة عليها، وثم حركية تبادل ما بين تونس وليبيا. ذاك علاش ينجم يكون اقرب وما تنجمش تكون أكثر قدرة على الابتعاد ودخول الأسواق الكلاسيكية البعيدة شوية التقليدية كما الأسواق الأوروبية وغيرها، اللي تتطلب النقل البعيد والشحن والتأمينات وغيرها. بالنسبة للسوق الليبية هي حتى أغلب البضائع تمشي ترسل برا ويجيوا الشحنات الليبية، وهي تتزود مباشرة من المصانع ولا المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، وتلقى فيها باب للمنافسة
والترويج لمنتوجاتها، حتى كي ما تنجمش تروج بحاجة كبيرة في السوق التونسية تلقى منفذ أو معبر للسوق الليبية لترويج بضاعتها غاديك. هو يمكن وأيضا سمحني نعيمة، سؤال المطروح، هل في هذه المنصة تبادل بيني وإلا لا؟ لأنه الحديث عن ترويج المنتجات التونسية في الأسواق الليبية هذا باش نعرفوه مع ضيفنا الكريم اللي هو معنا عبر الهاتف. ومعنا عبر الهاتف الناطق الرسمي للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس. صباح النور وأهلا بك على موجة الإذاعة الوطنية. صباح النور وأهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة على موجة الوطنية. يعطيك الصحة مرحبا. بخصوص المنصة الجديدة سي عبد الرزاق. المنصة هذه هي منصة باش تخدم على معناتها زوز مراحل. المرحلة الأولى باش تكون منصة للتبادل بين الشركات الليبية والشركات التونسية، باش تحاول تربط أنه التونسي يولي يلقى كيفاش يروج سلعته في ليبيا ويلقى معناتها حريف ليبي باش ينجم يشري من عنده السلعة. هنا سي عبد الرزاق ما يصيرش خلينا نتفاعلوا معك باش نوضحوا الصورة للناس. يرحم والديك. يعني لما تحكي على 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 التبادل اللي يفهم منه وأنه أيضا منتجي السلع الليبيين قادرين وأنهم يسوقوا المنتوجات في تونس وهكذا دوليك، إذا كان بمعنى التبادل حتى نوضحوا الناس. لا، بمعنى التبادل هو أكثر اللي لقيناهم الشركات الليبية الأكثر المهتمة بتونس هي شركات تحب تشري سلع من تونس. واضح. لقينا معناتها قليل ياسر وين تلقى شكون اللي حب يصدر لتونس، ما فماش عديد من المنتجات، اما اكثر ما باش نقول لك باش ما نقولكش 90% باش نقول لك 80% 80% اكثريتها الكل تحب تستورد من تونس العديد من السلع. وهذا مهم انه نوضحه، يعني الباب ماهوش مواد التنظيف مثلا، في مواد غذائيه، في برشا حاجات. يعني الباب اللي خلينا نمشيو في التوجه هذا، فهمتك، يعني خلينا نمشيو في التوجه هذا هو انه لقينا العديد من الشركات التركيه والشركات الصينيه بدات معناتها تدخل وتفك في بلاصه التوانسه. معناها الباب ليس موصدا ان توفرت الرغبه من اشقائنا الليبيين، هذا مسموح به في المنصه هكا ولا؟ هذا في المنصه وقت اللي باش تدخل انت وتسجل على المنصه واللي هي قريب تطلع وتكون اونليني، باش يكون انه تدخل تحط المنتجات نتاعك. فما شركة تسويق في الجهة المقابلة اللي هي تخدم زادها كيف كيف على المنصة، هي باش تلوج لك السيبل نتاعك الحريف الهدف اللي انت حاجتك به وتحطك في علاقة مباشرة معه. معناتها هذايا باش يخلي انه التوانسة ينجموا يرجعوا يسوقوا، لازمنا نرجعوا ناخذوا بلاصتنا على خاطر راهم جيراننا، نحن كنا قبل نخدموا معاهم، خدمنا معاهم سنين ونحن نعتبره معناتها ديما نخدمه معه. هذا في انتظار أنه الدولة التونسية تتوجه إلى منطقة تبادل حر على شيرة ليبيا ومنطقة تبادل حر على شيرة الجزائر. واللي حبيت نقوله هي معناتها المرحلة الثانية باش تكون نفس المنصة على شيرة الجزائر، باش نحاولوا كيفاش زادة نشوفوا، لحد الآن مازلنا قاعدين نخدم عليه الموضوع، باش نشوفوا شركة التسويق اللي هي باش تتكفل بربط بين المنتوج التونسي والحريف الجزائري باش يكون هكاك. هي المنصه اوبيراسيونيل اليوم ولا مازالت؟ لا مازالت مازالت توا الى حد الان مازلنا في تحضير المنصه، قريبا باش تطلع المنصه هذيا. عملنا تسجيل اولي للشركات اللي من بعديك باش يتم الاتصال بها، وحطينا تسجيل على الرابط موجود فوق البوابه بالضبط، يدخل يسجل هذاك تسجيل اولي، بعدها هي تطلع المنصه يولي يدخل يسجل روحه على المنصة. وبالنسبة للتسجيل على المنصة هو تسجيل معناتها مجاني، راهو جراتوي، ما فيهوش لا فري لا حتى شيء، معناتها تسجل على المنصة. الحاجة الوحيدة اللي السيد راهو لازم يدخل ديريكت اون كونتاكت مع السيد اللي باش يستورد منه ويتفاهم هو وياه ويتفقوا بينات بعضهم ويخدموا مع بعضهم. الهدف هو فتح السوق الليبية للتوانسة وفتح السوق الجزائرية للتوانسة، على خاطر اليوم لازمنا نلقاو أسواق قريبة، أسواق ما تكلفناش برشا معناتها ترانسبور،
ولازم معناتها المؤسسات التونسية تخدم وتحسن التصدير، لخاطر نعرف التصدير يجيب لنا العملة الصعبة، ولازمنا نركزوا مع الجيران نتاعنا اللي هما معناتها سوقهم كبيرة وسوقهم مادام وصلت تخدم عليها تركيا والصين، معناتها هي سوق كبيرة والسوق الكبيرة هذه لازمنا ناخذوا باينة فيها. يعني البداية باش تكون بالسوق الليبية، وفي مرحلة ثانية باش نتوجه للسوق الجزائرية، هكي السوق الجزائرية. وهذاك علاش هذا الكل يجي في نطاق معناتها الملتقى اللي نحن عاملينه، ملتقى تونسي جزائري ليبي اللي هو في 30 مايو 31 و1 جوان باش يكون فيه شركات ليبية جزائرية وتونسية باش يحاولوا كيفاش يربطوا العلاقات بين بعضهم، باش تكون فما زادة حتى بلديات من ليبيا اللي هما يحبوا على مقاولين عندهم حاجات يحبوا يخدموهم وحاجتهم مقاولين، زادة باش يكونوا موجودين المقاولين في الأشغال العامة. هذا الكل موجودة. سي عبد الرزاق بربي حبيت في آخر الوقت قريب بشيوف الوقت نسألك في موضوع خارج الموضوع هذية، هي تحركاتكم مجهوداتكم في سبيل مشروع السك بلا رصيد، سواء المتعلق بالمبادرة اللي قدموها النواب وإلا بمشروع القانون اللي جاي من رئاسة الحكومة، أشني آخر التطورات في الموضوع هذية؟ والله اخر التطورات اخر حاجه تكلم معناتها رئيس الجمهوريه في اللفته الكبيره اللي عملها والبيان اللي هبط على رئيس الجمهوريه وقت اللي قال راهو خذا وقته اكثر من وقته، معناتها نورمالمون في اول الجمعه هذه باش نراو اجتماع وزاري ومن بعديك يتعدى للمجلس النواب، مازلنا قاعدين نستناو، انا قاعدين نتبعوا من البارح نحن قاعدين نتبعوا كيف كيف فما مبادره في نفس الوقت موجوده من نتاع النواب، وهذه راهي نوع وهذه نوع وهذه ما تلغيش هذه، علاش؟ على خاطر هما زوج مبادرات معناتها في كل واحده في ثنيتها، واحده ماشيه في عفو والاخرى ماشيه في تغيير جذري للكل، معناتها يتم الغاء حكايه العفو اذا كان ماشيه المبادره نتاع تغيير القانون تكون شامله وكامله ويكون فيها زاده تضمن القديم معناتها في مفعول رجعي وفيها العفو تتضمن العفو يولي معناتها واحده بركه واللي هي عندها اولويه، وكما قال رئيس الجمهوريه قال انه فيها تسريع نظر باش يكون فيها أن باش تكون هي من أولويات مجلس النواب. إلى حد اليوم مازلنا نستناو، لليوم مازلنا نتبعوا، مازلت ما دخلتش، قاعدين نستناو أول ما تدخل نحن باش نتبعوا شنو اللي قاعد يصير، على خاطر معناتها هذا مهم ومهم جدا بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مهم العديد من العائلات اللي عندهم شكون البرة هارب من معناتها من تونس، ونحب نذكر بالرقم أنه 10800 مواطن تونسي راهو خارج تراب الوطن جرة القانون هذايا، فما برشا عبيد عندها مشاكل متاع سكوك بدون رصيد اللي هي عبيد رشاشية وماهيش قادرة أنها تخدم وماهيش قادرة أنها تنتج، واليوم هاكم تشوفوا معناتها في نسبة النمو، نسبة النمو تدل على تعطل المحرك الاقتصادي، والمحرك الاقتصادي راهو ما يتحرك كان بالمؤسسة الصغرى والمتوسطة، اليوم لازمنا نبدلوا طريقة العمل متاعنا ونبدلوا طريقة الاقتصاد، والثورة التشريعية هو المطلوب. الثورة التشريعية راهي تبدأ من القوانين الاقتصادية، راهو اليوم إذا كان يتحسن الاقتصاد يتحسن المجتمع، يتحسن المجتمع ومن بعديك النجم ونحكيه على حاجات أخرى، راهو اليوم هذايا هو الهدف، تحسين الوضعية نتاع الاقتصاد التونسي وتحسين الوضعية الاجتماعية للتوين. يعطيك الصحة سي عبد الرزاق حواس على كل الإيضاحات هذه. كان معنا سي عبد الرزاق حواس الناطق الرسمي للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. موضوعنا الاخراني لليوم في حديث الساعة هو حديث التوانسة الكل، الأضاحي العيد مازال أقل من شهر، لكن اللي قاعدين نشوفوا فيه أنه برشا عباد مازالت ما اقتنتش وما شريتش العلوش، وفما شكون حتى ما مشاش وما شافش، معناها قاعد يسمع في العباد اللي مشيت وشاف الأسوام متاعها قال لك ما عنديش علاش باش نمشي، لأنه لا فما شكون اللي قاعد يمشي طول معناها للجهات ويدور ويشوف، فما كل واحد عنده، فما شكون يقول لك ناخذه من عند الفلاح نعرفوا كيف برشا، واش الناس كل تمشي للرحبه راهو هو خاطر الرحبه، حبيت نحكي على الموضوع الرحبه حتى توا اليوم لا وزاره التجاره ولا وزاره الفلاحه اتفقوا على تحديد الرحب نتاعهم على الاقل في تونس الكبرى، وحتى على الاسعار نتاع العلوش بالكيلو اللي هو باش يحدد، ثم برشا تدخلات من هوني والغادي عملوا
الدخول تباع ب 17500 وكان معقول إلى حد الآن ثم ناس تدفع باش يمشي الأكثر من 22 دينار تحديدا في السعر للحي. نعرفوا كي هكا معناها الكيلو العلوش كيلو الحم معناها الأصلي باش يوصل للعائلة في حوالي 50 ولا أكثر من 50 دينار حوالي 60 دينار. هو البارح على هامش ملتقى وطني للتكوين المهني رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية عبد الرؤوف العجيمي كان أكد أن الوزارة تعمل من أجل الضغط على أسعار أضاحي العيد وتعمل كذلك على توريد كمية من اللحوم. نسمعه شنو قال. فما عمل مع وزارة التجارة لتوريد كمية من اللحوم المبردة تقريبا من بداية جوان باش تكون متواجدة بالسوق. مسعى إلى ترشيد السعر في السوق بشكل مواطن والمستهلك يلقى الضحية متاعه بسوق مرفق إن شاء الله. هو سؤال المطروح نجم الدين يعني شنو علاقة اللحوم المبردة اللي بيجينا بعد 1 جوان بأضاحي العيد؟ يعني المواطن التونسي بمناسبة عيد الأضحى باش يمشي يشري اللحوم المبردة؟ ما نعتقدش. هو اللحوم المبردة عادة التونسي ما يحبهاش برشا، مبردة الموردة في الأيامات العادية خلي في عيد الأضحى معناه صحيح اللي ثم جزء كبير من التونس ماهوش باش يضحيوا لعدم قدرتهم على الشراء. زاد ما نساوش للعيد يجي نهار 16 لا القطاع العام خلص ولا القطاع الخاص خلص وشهرية اللي فاتت أكيد وفات عند الناس الكل. معناها باش يجي الطلب باش يكون صعيب. والعلال الشهرية موجودة، العدد الكافي للعلال الأضحية للناس الكل موجودة، لكن الإقبال باش يكون أقل برشا. معناها وثما ناس قاعدة تشعل في النار من فترة طويلة، ها والعلوش باش يوصل زوز ملين، ها زوز ملين و500، وهي يورينا الكلفة قداش. أنا حكيت مع برشا فلاحة يقول لك ماكسيموم العلوش ما غير ما ياكلوا بفمه اللي ياكلوا علفة معناها ما بين 50 و75 دينار في الشهر. معناه قول هو علوش عمره 6 شهر، معناه كي تاخو 70 دينار في الستة معناه قداش يجيب 350 يظهر لي ولا حاجة دينار. معناه وين ماشيين به طالعين به العلوش يوصل لألف دينار وأكثر من ألف دينار، ترنديسك هو يوزن 40 و50 كيلو. مش معقول اللي قاعد يصير ويلزم يرشدوا وتنزل عليهم وزارة التجارة وزارة الفلاحة. باش نكملوا نحكيوا في الموضوع وغير هالمواضيع هذه أكيد سي محمد علي بن رمضان يسمع فينا ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة اللي يوصل منذ قليل الاستوديو بعد قليل كوثر العرقوبي في تأمين موجز. الآن نعود نرجع بعد الموجز. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية على الـ FM وعلى غاديو